تعد منطقة حائل واحدة من أبهى وأجمل مناطق المملكة العربية السعودية وأفضلها مناخاً، وتقع على أطرافها صحراء النفود الكبير ومن أبرز وأهم المعالم الحضارية والعمرانية الحديثة التي تتميز بها منطقة حائل جامعة حائل التي تم تأسيسها بموجب المرسوم الملكي الكريم الصادر في 30 من جمادى الآخر 1426 هجرية لتوفير تعليم متميز لأبناء المنطقة ودفع عملية البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة. في الجانب التراث وعناية الجامعة في التراث، تبنت الجامعة تأسيس قسم للسياحة والآثار. هذا القسم يسعى إلى تهيئة الكوادر الطلابية المتخصصة في مجال الآثار والسياحة. ويشتمل قسم السياحة والآثار بكلية الآداب في جامعة حائل على وحدة للتدريب على العمل الأثري تقوم بتدريب الطلاب وفق أحدث المعايير العالمية. ويمتلك قسم السياحة والآثار إمكانات بشرية وتقنية كبيرة، ويوجد فيه مختبر مجهز بأفضل التجهيزات الفنية المتطورة لفحص الآثار وتحليلها وصيانتها وترميمها وفق أحدث الطرق والأساليب العلمية المعروفة في هذا المجال. الميزة الكبرى التي تتميز بها آثار منطقة حائل هي الرسوم الصخرية وما يصاحبها من كتابات تسمى بالكتابات العربية الشمالية، ولعل أبرز موقعين في منطقة حائل هما موقع جبة والشويمس، وهذين الموقعين سوف يسجلان قريبا على قائمة التراث العالمي اعترافا من العالم ومن اليونسكو بالأهمية الكبرى التي يحملها هذين الموقعين. الرسوم الصخرية في هذين الموقعين هي عبارة عن رسوم حيوانية ونباتية تصاحبها كتابات عربية قديمة. أيضا لدينا في حائل طرق التجارة القديمة والتي تحولت فيما بعد إلى طرق الحج، ولدينا موقع الحائط وهو موقع مهم عرف في الكتابات القديمة باسم موقع فدك، وعرف أيضا بغزوة الملك نبونيد في حوالي 550 قبل الميلاد. تعد منطقة حائل من أشهر مناطق شمال الجزيرة العربية، وهي تتمتع بسمات خاصة وتزخر بالعديد من المواقع الأثرية المهمة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وقد كانت قديماً معبراً لطرق التجارة والحج. فيد مدينة سعودية عريقة سميت قديماً بعاصمة الطريق. شراكتنا مع الهيئة العامة للسياحة والأثار تجسدت في مشروع الحفريات القائمة في موقع فيد الأثري. هذا الموقع الذي يشكل نقطة رئيسية على طريق الحج العراقي ويشكل حاضرة من حواضر منطقة حائل في عصورها القديمة، ونحن نعمل على اكتشاف هذا الموقع وتدريب الطلاب وكذلك تهيئة الموقع ليصبح أحد المواقع الأثرية السياحية التي نأمل أن تكون ذات جذب للحركة السياحية في المنطقة. الناظر لموقع فيد حيلاحظ بأنه المنطقة محاطة بجبال بركانية وبالتالي بتنحدر منها أودية، وهذه الأودية بتمهد لوجود حياة حيوانية ونباتية جاذبة للإنسان. في العصر الحجري القديم الأسفل عثرنا بعد أن أجرينا مسح في هذه المنطقة، وكنا على يقين بأنه بالضرورة تجذب الإنسان في مرحلة ما، فوجدنا أدوات حجرية بترجع للعصر الحجري القديم الأسفل في شقه الأشولي في الفترة المتأخرة منه اللي هي الأشولي الأعلى، بالفترة بتعود لحوالي 250 إلى 150 ألف سنة، وتواصل بعد ذلك الاستيطان. الأدوات الحجرية موجودة في الموقع بكثرة بتشير إلى حقب متباينة ومتلاحقة في العصور الحجرية القديمة الأوسط، القديمة الأعلى، العصر الحجري الحديث، واستمر الوضع بعد ذلك في فترة المدنيات القديمة. أيضا هنالك أدلة لهذا حتى جاءت الفترة الإسلامية، وبالتالي كان من الطبيعي جدا اختيار هذا الموقع في الفترة الإسلامية كفسطة. في أزمنة لاحقة عرف البشر منطقة حائل وتكيفوا مع مناخها، وانتشرت فيها معسكرات الصيادين وجامعي القوت، ومن بعدهم جاء المزارعون والرعاة وصولا إلى مرحلة الدويلات العربية القديمة حتى كان فجر الإسلام،
حيث ازدهرت مدينة فيد بسبب وقوعها على طريق الحج. مدينة فيد القديمة أحد أهم المدن القديمة التي تقع وسط جزيرة العرب، وهي تعود إلى عصور سحيقة في القدم. ومدينة فيد اشتهرت في بداية العصر الإسلامي وأصبحت أهم المدن التي تقع في منتصف طريق الحج العراقي أو ما يعرف بدرب زبيدة، وكان يأتيها أعداد كبيرة من الحجاج والمسافرين القادمين من العراق ومن بلاد فارس مرورا بفيد إلى مكة والمدينة المنورة. وطبعا تم الكشف عن جانب من هذه الآثار التي تدل على أهمية ودور مدينة فيد التاريخية، كما أن هذا الموقع أصبح موقعا مناسبا لتدريب طلاب قسم الآثار بجامعة حائل على تقنيات العمل الأثري وعلى كيفية دراسة المواقع الأثرية واستكشافها. طبعا جامعة حائل بدأت في عمليات الحفريات والتنقيبات الموسم الماضي والموسم الحالي، واستطاعت أن تكشف عن جانب من ما يعرف بقصر الحاكم أو حصن فيد الأثري، وهي مجموعة الوحدات المعمارية التي تشاهدونها الآن التي تقع ما بين السورين. وهذه أيضا الوحدات سبق وأن كشف جزء منها من قبل فريق التنقيب بالهيئة العامة للسياحة والآثار بدعم من هيئة تطوير حائل، وأعمال الاستكشافات جارية، وإن شاء الله في المستقبل سوف نستطيع أن نكشف عن مدينة إسلامية متكاملة تكون يعني أعطتنا فكرة عن تاريخ وحضارة فيد بالتحديد ومنطقة حائل بشكل عام، كما أنها سوف تكون نقطة جذب ثقافي وسياحي سوف يكون لها آثار إيجابية على تراث وتاريخ وثقافة المنطقة. نتأمل إن شاء الله في المستقبل أن يكون هناك كشوفات تضيف لنا كثير من المعلومات التاريخية والحضارية. وقد بذل قسم السياحة والآثار بكلية الآداب في جامعة حائل بأساتذته وطلابه جهدا كبيرا في الكشف عن آثار فيد القديمة. بداية العمل في مشروع فيد الأثري كانت بداية ممتعة وبداية جميلة، وكانت تجربة جدا ممتعة لنا، فحنا من خلالها حصلنا على خبرة ميدانية كبيرة، ومن خلال مراحل التنقيب عرفنا أو كشفنا عن عدة طبقات، وكشفنا عدة وحدات معمارية. من خلالها إن شاء الله يعني إن شاء الله في المراحل القادمة يتم الكشف عن كامل مدينة فيد الأثرية. طبعا مدينة فيد التاريخية مدينة تاريخية أثرية قديمة، لها يعني عمق أثري وحضاري قديم جدا، فلذلك أخذت عنايتها من الدولة كاملة. تعاظمت أهمية مدينة فيد منذ بزوغ فجر الإسلام، وتعود أقدم الإشارات الإسلامية فيها إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد ذكر أنه قد حفر فيها بئرا، مما يشير إلى أنها كانت موقعا ذا أهمية في ذلك الوقت. وفي العصر العباسي ازدهرت مدينة فيد لتصبح ثالث مركز على طريق الحج الكوفي المعروف بدرب زبيدة، نسبة إلى زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور وزوج الخليفة هارون الرشيد التي أسهمت في عمارته لتيسير الحج. مما أراه أنا أنه أهم موقع وأهم أثار موجودة فيد، علما بأن فيد يوجد فيها سراديب تحت الأرض لا تزال بكر لم تكتشف بعد. نمت مدينة فيد منذ القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وكانت تضم قصراً وحصوناً ومسجداً وبركة ماء وآباراً تحيط بها المراعي، وكان أهلها يزودون القوافل الوافدة عبرها بحاجيات دوابهم من الكلأ والعشب، حتى أصبحت فيد المدينة الرئيسية على طريق الحج، ولذلك أطلق عليها عاصمة الطريق. يغطي موقع مدينة فيد القديمة مساحة كبيرة، ويرقد معظمها تحت المدينة الحديثة، ويضم الموقع الأثري وحدات معمارية كثيرة ومتباينة،
يعمل قسم السياحة والآثار بجامعة حائل على كشف النقاب عن الكثير من علامات الاستفهام، ويسعى في ذات الوقت إلى تهيئة الموقع ليصبح أحد مراكز الجذب السياحي المهمة في المملكة العربية السعودية. وقد كشف المسح الأثري الذي أجراه قسم السياحة والآثار بكلية الآداب بجامعة حائل عام 1436 للهجرة عن أدوات حجرية تعود إلى العصر الحجري القديم بفرعيه الأسفل والوسيط، مثل الفؤوس والمكاشط والمخارز وأدوات الطحن. كما كشف هذا المسح عن أدوات أخرى تعود للعصر الحجري الحديث، ولكن أدت النشاطات الطبيعية والبشرية عبر الزمن إلى تخريب المواقع القديمة وزحزحة تلك الأدوات عن أماكنها. وكذلك كشفت أعمال التنقيب الجارية عن قدر جيد من الأدوات والقطع الأثرية، شملت الفخار العباسي والخزف إلى جانب بعض العملات والقطع المعدنية والأواني المصنوعة من الحجر الصابوني. كشف لنا قسم السياحة والآثار بجامعة حائل كل هذا الشموخ وكل هذه العراقة. وها هم الأحفاد يواصلون اليوم مسيرة البناء والنهض.